نشرة الرابعة من قناة ليبيا، حياكم الله. والبداية مع أبرز العناوين. رئيس الحكومة يتابع مع وزير الخارجية آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني. وزير التعليم يبحث مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية آلية التعاون لإنجاح الاستحقاق القادم. اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا بجدابية تعلن نفاد محاليل تشغيل جهاز البي سي آر. إلى التفاصيل، اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني على آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي الأربعاء مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج. وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع تكثيف العمل لضمان نجاح المؤتمر بالشكل المطلوب، خاصة وأنه حدث وطني يقام في مدينة ليبية ومحاولة جادة لوضع خارطة طريق لحل الأزمة. كما قدم الحويج إحاطة لرئيس الحكومة حول نتائج المؤتمر رفيع المستوى حول واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات والحروب النموذج الليبي والدور الذي تقوم به الحكومة الليبية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد وتحسين أوضاع المهاجرين. كما اطلع رئيس الحكومة على نتائج اجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي مع نائب القنصل الفخري للسويد في بنغازي، والذي ناقش معه إمكانية افتتاح مكتب يقدم الخدمات والتأشيرات الأوروبية للمواطنين لتخفيف العبء على المرضى والجرحى والطلبة ورجال الأعمال، حيث أوضح الحويج أنه دعا من خلال السفير الفخري الشركات السويدية إلى العمل في إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن الليبية. وزير الخارجية أكد لسفير السويد أن ليبيا تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا وإداريا في ظل وجود حكومة وجيش قادرين على حمايتها. نظم الاتحاد النسائي بسبها صباح أمس جلسة حوارية بعنوان دور الأجهزة الأمنية في تعزيز سيادة القانون، والتي ناقشت المصاعب التي تعترض المؤسسات الأمنية وكيفية تعزيز تعاون المجتمع معها في تأدية عملها. وشارك في الجلسة عدد من القانونيين ولفيف من الناشطين والمهتمين والصحفيين المحليين. هذا وقالت عضو الاتحاد النسائي بالجنوب أميرة نوري لقناتنا إن الجلسة جاءت لمعرفة السبل التي يمكن من خلالها تعزيز الرقابة المجتمعية على أداء المؤسسات والأجهزة الأمنية المحلية، مبينة أن الحوارية هدفت أيضا للخروج بتوصيات تدفع باتجاه وضع حلول عملية في مجال عمل الأجهزة الأمنية وتحكيم القانون وتعزيز هذه الثقافة في المجتمع. جلسة اليوم كانت جلسة تتحدث عن دور الأجهزة الأمنية في سيادة القانون، وتناولت محاور عدة بدءا بالمساءلة والمراقبة والرقابة المجتمعية، ثم كيف تكون آلية هذا التفعيل، وكيف ممكن يكون هناك لمؤسسات المجتمع المدني دور أكبر في الدعم من أجل سيادة القانون. وكانت هناك العديد الحقيقة من الأفكار التي طرحت والمبادرات، وأيضا حتى بعض المعلومات الجديدة التي أضفناها لأنفسنا من خلال هذه الجلسة. عقد وزير التعليم فوزي بومريز أمس بمدينة بنغازي اجتماعا مع رئيس اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية للحكومة الليبية جمال عبد الشفيع. وتناول الاجتماع آليات التعاون بين وزارة التعليم واللجنة المركزية في إنجاح العملية الانتخابية للمجالس البلدية باعتبار وزارة التعليم شريكا أساسيا فيها، وذلك باستغلال المدارس كمراكز انتخابية يوم الاقتراع. هذا وأكد بومريز أن وزارة التعليم لن تدخل جهدا في سبيل إنجاح العملية الانتخابية للمجالس البلدية بالحكومة الليبية. هذا وشارك وزير التعليم فوزي بومريز ووكيل الوزارة عبد الرحيم البركي أمس في حفل تكريم رؤساء وأعضاء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية بمراقبة التربية والتعليم في بنغازي. الحفل حضره مراقب التربية والتعليم في بنغازي ومدير مكتب الامتحانات وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالمراقبة، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة التعليم. هذا وتخلل الحفل العديد من كلمات الثناء والعرفان لما بذله رؤساء وأعضاء لجان الامتحانات من جهود في سبيل إتمام إجراءات الامتحانات في ظروف بيئية وصحية صعبة.
أجرى وكيل التربية والتعليم بالحكومة الليبية عبد الرحيم البريكي جولة تفقدية لسير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي ببلدية الجيجب برفقة رئيس لجنة معدلات الأداء. وكان في استقبالهما مراقب التربية والتعليم الجيجب ومدير مكتب الامتحانات، حيث تم خلال الجولة الاطلاع على سير الامتحانات ومدى التقيد بالشروط والضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأثنى الحضور على دور لجان الإشراف والمعلمين ومراقبة التربية والتعليم وقسم الامتحانات وإدارة الخدمات الصحية وعناصر الأمن في البلدية. برعاية مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة وتحت إشراف المنظمة الليبية للغة والترجمة، أقيمت بمركز وهب البوري الثقافي بمدينة بنغازي حلقة نقاش بمناسبة اليوم العالمي للترجمة. تناولت ورقة الدكتور محمد بالحاج حول حركة الترجمة في ليبيا. هذا وأقيم على هامش الحلقة معرض للكتاب شمل إصدارات ومنشورات مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة. التقرير التالي والتفاصيل. تحت عنوان حركة الترجمة في ليبيا وبإشراف المنظمة الليبية للغات والترجمة وبرعاية مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، أقيمت بمركز وهب البوري الثقافي بمدينة بنغازي للسنة الثانية على التوالي حلقة نقاش بمناسبة اليوم العالمي للترجمة الذي يوافق 30 من شهر سبتمبر من كل عام. في اليوم العالمي للترجمة احتفلت المنظمة الليبية للغات والترجمة بهذا اليوم للمرة الثانية وبرعاية من مجمع الدراسات المتقدمة. فعاليات هذا اليوم تناولت النقاش حول ورقة الدكتور محمد بالحاج التي تحدثت عن حركة الترجمة في ليبيا، وقد أدار الجلسة أساتذة فلسفة وعلوم سياسية في الجامعات الليبية، وحضرها مجموعة من المختصين والمهتمين بمجال الترجمة والنشر، وتميز الحضور بعدد كبير من الشباب. احتوى هذا الحدث على ندوة خصصت لورقة كتبها الدكتور مصطفى بالحاج محمد مصطفى بالحاج حول حركة الترجمة في ليبيا، وشارك فيها الأساتذة إبراهيم المهدوي وزاهر المغيربي ويوسف زغوان، حاولوا فيها رسم صورة تحسن وتجود من الصورة التي حاول الباحث رسمها لحركة الترجمة في ليبيا. وكانت هناك مجموعة من الملاحظات الحقيقة المهمة والتي أثارت نقاشا جيدا. أما في الجلسة الثانية، قدم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ورقة علمية عن الذكاء الاصطناعي والترجمة، والتي قدمها الدكتور عبد الحكيم القاضي عن بعد. وجاء اختيار موضوع هذه الورقة من مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة لنشر التقنيات الحديثة في ليبيا والتي تمثل إحدى أهدافه. احنا ماشيين في خط تطوري سريع ومضطرد ومتضاعف، واللحظة التي يستوي فيها قدرة الحاسوب على ترجمة نص من لغة إلى لغة أخرى مع قدرة المترجم البشري ليست ببعيدة. يعني نعمل على نظم ترجمة آلية تترجم العربية إلى اللغات الأخرى، مثلا لو كنا نبو موروثنا يصدر إلى باقي ثقافات الأرض، أو هل لأن الاتجاهين يعني الاتجاه هذا مش نفس الاتجاه هذا، أو هل نركز على نظم ترجمة آلية تترجم من لغات الأرض إلى اللغة العربية؟ ممكن أن احنا نبو نلحقوا بركب الحداثة أو بالتطور العلمي اللي صاير في العالم. الموضوع ملح والمفروض يكون فيه شغل على مستوى أعلى قرار في الدول العربية، والمفروض يكون فيه تعاون لأننا كلنا في نفس الخندق فيما يخص الترجمة الآلية العربية. ومن أبرز ما تم بحثه في جلسات احتفالية يوم الترجمة العالمي ورقة علمية عن علم أصول الكلمات وعلاقته بالترجمة لما له من أهمية كبيرة وقيمة عالية. هذا وقد أقيم على هامش الاحتفال معرض للكتاب شمل إصدارات ومنشورات لمجمع ليبيا للدراسات.
أرسلت منظمة الصحة العالمية أحد مستشاريها إلى مركز بنغازي الطبي في معمل كوفيد-19 لتقديم بعض الدورات للعاملين في هذه المعامل لتطوير أدائهم وتدريبهم ورفع كفاءتهم. وأشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة الطبية الاستشارية أحمد الحاسي إلى أن منظمة الصحة العالمية أبدت تعاونها واستعدادها لتذليل كافة الصعوبات الخاصة بالمعامل وتوفير نواقص الأجهزة ومواد التشغيل، إضافة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي وكل ما يخص جائحة كورونا من الناحية التقنية والطبية. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس تسجيل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 282 منها تعود لحالات جديدة و227 حالة لمخالطين. وأوضح المركز في بيانه رقم 208 تسجيل 440 حالة شفاء، 308 منها سجلت في طرابلس والبقية متوزعة على عدد من المدن، إضافة إلى تسجيل 11 حالة وفاة. أعلنت لجنة مجابات كورونا ببلدية صرمان أمس تسجيل حالة وفاة واحدة، وأوضحت اللجنة أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لم يستلم أي نتائج للعينات، وبذلك فإن عدد الإصابات الكلي في البلدية يكون قد بلغ 358 إصابة، 223 منها نشطة، كما تم تسجيل 21 حالة وفاة و114 حالة شفاء. أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بجدابية أمس في بيان لها نفاد محاليل تشغيل جهاز البي سي آر ما تسبب في توقف كشف المسحة الأنفية، وأدى ذلك بحسب اللجنة إلى توقف المختبر المرجعي اليوم عن الكشف عن حالات الإصابة، كما ستتوقف النشرة اليومية للجنة إلى أن تتوفر محاليل الجهاز أو في حال تم إجراء الكشف بمختبر آخر خارج المدينة. أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالبريغا أمس أن قسم العزل السريري استقبل حالتين جديدتين ليصبح العدد الكلي داخل القسم 9 حالات. وقالت اللجنة في بيانها أن عدد المترددين على العيادة الخارجية بقسم العزل هو 6 حالات. أكدت اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق أمس سحب عدد من العينات التي جاءت نتائجها سالبة، وأوضحت اللجنة في بيانها رقم 54 أنها سجلت حالتي شفاء جديدتين في مدينة طبرق. كشف مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة لمكافحة وباء كورونا بالبيضاء عن أن عدد المترددين عليه يومي الأربعاء والخميس بلغ 87 شخصا، وأوضح المركز أن 51 من المترددين كانوا من داخل مدينة البيضاء ما بين مخالطين لحالات موجبة ومسافرين وزائرين للكشف الطبي، بينهم 3 حالات اشتباه و36 من خارج مدينة البيضاء بينهم حالة اشتباه. قال مدير مركز سبها الطبي عبد الرحمن عريش إن المركز سيتوقف عن العمل نتيجة نقص وقود الديزل اللازم لتشغيل مولد الكهرباء، موضحا أن الوضع داخل المركز أصبح خطيرا جدا بسبب وجود أعداد كبيرة فيه من المصابين بفيروس كورونا، مطالبا بضرورة وضع حل عاجل لفتح مركز العزل في سبها أو توفير مكان بديل لاستقبال الحالات لأنها تفوق قدرة مركز سبها الطبي. الآن أصبحت حالات الكورونا المصابة موجودة عندنا في المستشفى. الوضع هذا أصبح يشكل خطر كبير جدا جدا على المركز، لأن المركز هو المرفق شبه الوحيد اللي يقدم الخدمات الطبية لأغلب سكان الجنوب. فوجود الحالات هذه داخل المركز حيكون وضعه يعني غير صحيح ووضع كارثي إذا استمر الوضع بالشكل هذا. احنا ننقل عبر قنواتكم خطورة الوضع وضرورة وضع حل عاجل جدا جدا لفتح مركز العزل أو توفير مكان بديل لاستقبال الحالات، لأن الأمر هذا غير قابل يفوق قدرتنا.
عقدت الجمعية الليبية للتوعية والتثقيف بسبها جلسة حوارية حول المصاعب التي تعترض عمل أطباء الأسنان في زمن الجائحة، بمشاركة عدد من أطباء الأسنان بالمدينة وعميد كلية طب الأسنان ونقابة أطباء الأسنان في سبها. وناقشت الحوارية المصاعب الفنية التي تواجه الأطباء، وأيضا معضلة الحفاظ والوقاية من المرض وكيفية الحرص على عدم نقله بين المترددين على عيادات الأسنان. وقالت نقيب أطباء الأسنان بسبها أم السعد نور الدين لقناتنا إن الحوارية تعتبر بداية جديدة لفتح نقاشات جادة حول عمل أطباء الأسنان في زمن الجائحة، خاصة أن المرض لا يزال حديثا في المنطقة والعالم، وأن تحديثاته تتجدد كل يوم. تلقينا دعوة من الجمعية الليبية للتوعية والتثقيف، كانت حوارية عن طب الأسنان في سبها في ظل جائحة كورونا. طبعا أول شيء اللي هو خطر العدوى للطبيب وخطر انتشار العدوى للعامة اللي هم مثلا المترددين على العيادات، وكذلك الطقم الطبي المصاحب للطبيب. كان أقاب طبعا تدريب الطقم الطبي، الطبيب والطقم الطبي المرافق للطبيب في العيادات أو في الأماكن العامة. تواصلنا مع لجنة كورونا في منطقة الجنوبية بتوصيات خاصة بطب الأسنان. طبعا تواصلنا معهم التدريب الطقم الطبي أول حاجة، ثاني حاجة إجراء الفحوصات الطبية بين الحين والآخر للأطباء والطقم الطبي المصاحب للطبيب. ودعا مستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية جثمان الطبيب رأفت عبد العزيز أخصائي القلب قسم العناية في المستشفى، والذي توفي بعدوى فيروس كورونا خلال عمله على مريض قلب مصاب في مركز العزل بمعتيقة. في مشهد مهيب شيع الأطباء في طرابلس زميلهم الدكتور رأفت عبد العزيز الذي يعد واحدا من أعمدة مستشفى شارع الزاوية، بعد أن فتك به الفيروس أثناء تعامله مع أحد المرضى بمركز العزل الطبي بمستشفى معيتيجا. رأفت الطبيب الفلسطيني الإنسان الذي عاش مع الليبيين عقودا من الزمن وداوى قلوب كثير منهم لمدة زادت على 25 سنة، ومنح خبرته لعدد كبير من الأطباء بتجربته الممتدة وشخصيته الطيبة ونقاء سريرته. ها هم اليوم يقاسمهم الموت بعد أن شاطرهم الحياة، ولسان حاله يقول: يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لتحتضنه طرابلس حيا وميتا، ويشيعه أهلها ويودعونه بالدموع، ونفوسهم حسرات على رحيل إنسان شهد له كل من عرفه بالتفاني والإخلاص لمهنته التي بذل في سبيلها روحه الطاهرة. رحم الله الدكتور رأفت عبد العزيز. أغلق مركز الكفرة لعلاج السكري والغدد الصماء في البلدية ملفات كورونا الخاصة بالأشخاص الذين ترددوا على المركز ووافتهم المنية، وتبين من عمليات الإحصاء والتدقيق الشهري أن 17 مترددا مسجلا بالمركز قد توفوا، من ضمن الحالات المعلن عنها من قبل اللجنة الطبية الاستشارية بالكفرة. وقال مدير المركز ناجح محمد لقناتنا إن 17 حالة وفاة من ضمن 25 حالة توفيت بالكفرة جراء الإصابة بكورونا كانت لمرضى مسجلين بالمركز. الإحصائية اليومية المترددين مرضى سكري على المركز ما يقرب من بين 300 إلى 350 متردد يومي. للأسف من بين حالات الوفاة كوفيد 19، مركز سكري يجبر على إغلاق 17 ملف من بين 25 حالة وفاة. لذلك على ضوئها نوجه نداء للجهات المختصة لتدارك الوضع الراهن، وأيضا نوجه نداء للشارع العام يكون حريصين على هذه الطبقة وهذه الشريحة التي معظمها من مرضى السكري، والتي يكون رجال كبار السن أو أشخاص كبار السن نساء أو رجال ولديهم مناعة ضعيفة.
أبرمت إدارة المركز الوطني للقلب عقودا مع الأطباء الملتحقين بالمركز منذ عام واحد وعددهم 22 طبيبا وطبيبة، مشيرا إلى أنه سيتم التعاقد مع كادر التمريض في الأيام القادمة. المدير العام للمركز طاهر الفضلي أعلن في حفل إحياء اليوم العالمي للقلب أن إجراءات التعاقد مع الأطباء وطاقم التمريض الملتحقين بالمركز جاهزة، مثمنا مجهوداتهم ونشاطهم المميز طيلة العام، وخاصة في فترة جائحة كورونا التي أثبتوا جدارتهم فيها. شرع مكتب الصيدلة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي أمس في تجهيز طلبيات متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية مخصصة للعيادات والمراكز والوحدات الصحية في المدينة. وقال مدير مكتب الصيدلة والإمداد الطبي إن هذه الطلبيات تحتوي على كميات كافية من الأدوية الأساسية والمطهرات والمستلزمات الطبية والجراحية، بالإضافة إلى مستلزمات الإسعاف والطوارئ وبعض الأدوية التخصصية لاثنتي عشرة عيادة مجمعة معتمدة داخل المدينة، وسيتم البدء في صرفها اعتبارا من الأسبوع القادم. نظم الهلال الأحمر لبي فرع غات على مدى يومين محاضرة توعوية تثقيفية في مجال الصحة الإنجابية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لدعم السكان في ليبيا، وذلك بقاعة المجلس البلدي غات، ألقاها أخصائي النساء والتوليد محمد جمو. المحاضرة استهدفت 30 عنصرا من النساء القياديات في المجتمع المحلي وعددا من المهتمات بالمجال الصحي، إلى جانب بعض الشخصيات العامة ببلدية غاتا مع مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. وخلال المحاضرة تم إيضاح المفاهيم الأساسية حول الصحة الإنجابية ودورها في زيادة الوعي الصحي بالمجتمع، وخاصة في ظل جائحة كورونا، إلى جانب إسهامها في التقليل من نسب الوفيات بين النساء. ورش شهادة تضمنت المفاهيم الأساسية للصحة الإنجابية وما يترتب عليها من مردود إيجابي على الأسرة والمجتمع. الورشة هذه بالدرجة الأولى تحافظ على صحة المرأة وصحتها الإنجابية ومحافظة على والتقليل من معدلات الوفيات عند المرأة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. رئيس الحكومة يتابع احتياجات مربي المواشي ويوجه تعليماته بوضع تسعيرة للأعلاف وتوفيرها. أهلا بكم من جديد. أطلق الاتحاد النسائي ببلدية غاتا فعاليات حملة التوعية حول زواج القاصرات داخل المجتمع الليبي تحت شعار مش قبل 18، حيث تضمن اليوم الأول من الحملة ندوة حوارية ومعرض رسومات فنية، إلى جانب أهم المحاور المتعلقة بالندوة ومنها الجانب الديني والقانوني والاجتماعي والنفسي وأمراض النساء. وأقيم على هامش الندوة الحوارية معرض لرسومات فنية تحاكي زواج القاصرات ومشكلاته داخل المجتمع، وبحسب القائمين عليها فإن الحملة سوف تستمر لتستهدف كافة محلات بلدية غات، وهي البركت والعوينات وتهالة وفيوت وإيسين. الأسباب اللي أدت إلى عودة هذه الظاهرة: الفقر، واحد الفقر العائلي، باعتبار أن الأب يرى في مهر هذه الفتاة وسيلة لتحسين الوضع الأسري، كذلك الجهل بالنسبة للفتاة وكذلك بالنسبة للأسرة، باعتبار أن الأسرة
ما تفكرش في أبعاد هذا الزواج. أوكي زوجت بنتها من أجل أن هي تقضي على الفقر في داخل الأسرة، لكن وبعدين الجهل فيما بعد، أن هذه البنت حتنجب، أن هذه البنت حيكون وراها مسؤوليات أسرية داخل البيت، وبالتأكيد أنها مش حتكون قادرة باعتبار أن عمرها 18 فما دون، ما زالت تفكر في ألعابها، ما زالت تفكر في ربما الشارع، ما زالت تفكر في أنها تتفرج على قنوات تلفزيونية مثلا معينة تناسب سنها. فجأة تلقى نفسها أن هي داخل أسرة عندها واجبات زوجية بتقوم بيها، عندها واجبات كذلك أسرية بتقوم بيها، واجبات أمومة. فجهل الأسرة بهذين الأبعاد هو اللي بيؤدي إلى أنهم يقبلوا بزواج هذه الفتاة. أطلق الاتحاد النسائي غات حملة مش قبل 18 في أولى فعالياتها الذي تضمن أولا معرض رسومات مجموعة من الموهوبين يحاكي قضية زواج صغيرات السن. بعدها انطلقنا للجلسة الحوارية التي تم استضافة مجموعة من المختصين في عدة مجالات، المجال الديني والمجال القانوني والمجال النفسي والاجتماعي. تحدث الضيوف كل حسب مجاله على أهمية تعديل قانون الزواج الليبي الذي تطرحه حملة مش قبل 18 في العريضة التي تم التوقيع عليها في سنة 2019. سمت قريب 3 رسمات وكل رسمة تحكي على شيء معين. في رسمتي الأولى تحكي طبعا على فتاة هي صغيرة بجوز في سن صغير، مازال عندها طموح انها تلعب وتتعلم حاجات واجده، لكن غصبت في حوشهم على انها تتجوز على خاطر من مصالح شخصيه. وفي رسمه ثانيه جسد الزي الغاتي طبعا كطفله صغيره مازال عندها تبي تلعب مع اصحابها ويكي. وفي النص الثاني هي عروس يعني لابسه زي الغاتي كامل كلها منها. وفي الرسمه الثالثه طفله هي صغيره لكن بنظرتها للجواز بانه هو حبس خلاص، وهي في وقت كانت انها هي حامل وعندها العاب ومدال تبي تلم ورود وزهور وعندها حاجات واجده تبي تديرها وعندها طموح واجد. اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثاني أمس على احتياجات مربي المواشي، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الاقتصاد منير عصر بحضور ممثلين عن القطاع. وخلال الاجتماع استمع رئيس الحكومة إلى كافة المشاكل والاحتياجات التي تواجه مربي المواشي، وعلى رأسها مشكلة عدم السيطرة على أسعار الأعلاف وانعكاس ذلك على أسعار اللحوم، موجها تعليماته لوزير الاقتصاد بالتعجيل في تشكيل لجان لوضع تسعيرة الأعلاف الموردة من قبل الشركات الخاصة وتعميمها على كافة المنافذ التابعة للحكومة الليبية. كما أصدر الثني تعليماته لوزير الزراعة بعقد اجتماع عاجل مع المكلفين من قبل شريحة مربي المواشي لوضع آلية جديدة وواضحة لتقديم الدعم المالي المطلوب لتوفير الأعلاف. عقد بمقر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في سرت اجتماع ضم مدير إدارة فروع جهاز الشرطة الزراعية بالمنطقة الوسطى العميد خليفة الغناي، ورئيس فرع الجهاز بسرت المقدم عبد الحميد الشامخ، ورئيس مركز الشرطة الزراعية خليج السدرة الرائد محمد السيوي، وعدد من منتسبي الجهاز. الاجتماع بحث كافة العراقيل التي تواجه سير العمل وكيفية إيجاد حلول لها، وعلى رأسها إيجاد مقر دائم للفرع وتجهيزه كامل الإمكانيات كي يباشر أداء عمله بالشكل المطلوب. وأكد الحاضرون أنهم سيعملون على متابعة الوصلات غير الشرعية لمياه النهر الصناعي والحد من التعدي على الأراضي الزراعية وكل ما هو مخالف لقوانين الشرطة الزراعية. وضعنا خطة عمل بإذن الله للضباط وضباط الصف للقضاء على التوصيلات غير الشرعية، على الاعتداء على المزارع الزراعية، على المشاريع الزراعية، ومن هذه القناة، قناة كل الليبيين، نوجه شكري إلى رئيس جهاز الشرطة الزراعية العميد عبد الباسط سلامة على تواصله معنا، على المجهودات اللي يقوم بها من أجل تذليل الصعاب أمامنا. طبعا لا يخفى لأحد أن فرع الشرطة الزراعية يعاني من ضعف الإمكانيات، المقر الإداري، المهام العسكرية، الآليات. ونطالب من سيدي رئيس جهاز الشرطة الزراعية المدن بكل الإمكانيات لنظر لظروف المدينة ما عانته من 2011.
أجرى رئيس المجلس التسييري الكفرة عبد الرحمن عقوبة برفقة وكيل ديوان البلدية سعد عبد الرسول زيارة تفقدية لمتابعة العمل في مشروع صيانة طريق بزيمة الجديد، وذلك بحضور مدير مكتب عميد البلدية سليمان بوشنة ومدير إدارة المشروعات المهندس فايز بوخالد. وأفاد مراسلنا في المدينة بأنه تم التأكيد خلال الزيارة التفقدية أن العمل بالمشروع يسير بوتيرة جيدة. أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الفرق الفنية تتابع أعمال صيانة مكونات الشبكة الكهربائية بجنوب طرابلس، حيث قامت بإجراء أعمال الصيانة داخل محطة جامع طيبة بجهد 11 كيلو فولت في منطقة عين زارع. وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة شملت مد كوابل ضغط عال وكذلك تركيب خلية ضغط منخفض، كما يجري العمل على تركيب محول كهربائي. هذا وتستمر فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع عين زارة في صيانة مكونات الشبكة التي تعرضت لأضرار جسيمة رغم قلة الإمكانيات ونقص المواد. والآن نتابع أسعار العملات. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الحكومة يتابع مع وزير الخارجية آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني. وزير التعليم يبحث مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية آليات التعاون لإنجاح الاستحقاق القادم. اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا بجدابية تعلن نفاذ محاليل تشغيل جهاز البي سي آر. نشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.